حياة فان. حديث الروح، حديث الروح، حديث الروح. برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية كل نهار ثلاثة من العشرة نص الليل على حياة فان. حديث الروح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أنتم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الاستثنائية، في هذه الحلقة الخاصة والجميلة من برنامجكم حديث الروح. صحة شريبتكم وإن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله نقول لكم عيدكم مبارك. نحن على أبواب عيد الفطر المبارك، إن شاء الله مبروك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. إذن هذه الحلقة كما قلت لكم هي حلقة جي في وقت استثنائي، في ظرف استثنائي، هي حلقة خاصة بكل ما تحمله الكلمة، هي خاصة من حيث توقيتها، من حيث ظروفها، من حيث ضيوفها. اليوم عنا فخر كبير، عنا فخر في هذه الحصة وفي هذا البرنامج ينالنا من خلال استضافتنا لنجم كبير، لفنان أصيل قيرواني والأصل والمنشأ وعالمي والإشعاع، هو ضيفنا. ما نحبش نخسر وقت في الكلام برشا، نحب نستمتع نحن وإياكم بأنامله الذهبية وبمواقفه الجميلة وبعزفه وبألحانه. إذن باش نقدم لكم بعجالة الضيف الكريم الأستاذ البشير السالمي. مرحبا حشريبتك سي بشير. صح شريبتك، مرحبا بإذاعة الحياة اللي أنا أول مرة نكتشفها الحقيقة. أهلا وسهلا بك. احنا في تونس ما نسمعوهاش ونتمنى توصل، نتمنى توصل، وهي مكسب جهوي الحمد لله. والقراوة راهم صح عليهم متمتعين بالإذاعة ذي الحلوة البيئة. وعلى فكرة هي خاصة بالصحة، يعني أول إذاعة في تونس التي تهتم بالشأن الصحي وفي نفس الوقت الشأن الثقافي. ما قدمت لكمش المايسترو الكبير بشير السلم لأنه غني عن التقديم وغني عن التعريف. نمرر الكلمة لأستاذنا أستاذ عبد المجيد فرحات، خليه يرحب بطريقته الخاصة بالمايسترو بشير السلم. تفضل أستاذنا. شكرا جزيلا صديقي الرائع. فعلا هي ليلة ليست كل الليالي، ما دام بيننا هذا النجم المتألق إذن عاليا في سماء الإبداع، صاحب الأنامل الموحية، صاحب الأنامل الساحرة، الكبير البشير السالمي. نعم. فرصة ثمينة لا تتاح دائما. الحمد لله، مرحبا بكم وبارك الله فيكم سي بشير، نورتنا. وهذا ليس من باب لا رمي الورود ولا مجاملات، نحن فرحانين من قلوبنا بك. واليوم تكرمك القيروان على مسرح دار الثقافة، وقبل التوجه إلى هذا المسرح نحن نكرمك في إذاعتك إذاعة الحياة FM ونقول لك مرحبا بك. من أين سنبدأ؟ من أين سنبدأ؟ اختار أنت نقطة البداية. من القيروان. من القيروان. إذن البشير السالمي العازف الساحر انطلق من هذه الربوع الطيبة، انطلق من أرض الفنون والموسيقى والجنون الموسيقي والإبداعي، انطلق من هنا في سنوات كانت يعني سنوات عجاف من حيث الإمكانيات، من حيث ما يتاح لنا، لكن الحمد لله كانت هنالك روافد يستطيع أي إنسان مصر على التفوق والتألق أن ينهل منها ما يشاء. سي البشير وأمثاله من الفنانين القروان أخذوا بالإمكانيات اللي كانت متاحة في تلك الفترة. شكون لقيت يعني سابقك سي بشير من أساتذة، من عازفين، من فنانين؟ سفيان. أهلا وسهلا. أنا مانيش معك، المناهل تنبع من الستينات في القروان. الحمد لله، يعني ليست لا عجاف ولا حتى سنوات، لا عجاف ولا حتى ولا شيء صراحة. القروان ما تبخلش على أولادها، وديما ديما كسابة وديما موجودين المناهل. الحمد لله. في الوقت ذاك هابش نسميله كنت يقول لا عجاف ولا مش عجاف. راه بسم الله. راه سيدي بسم الله. المرحوم علي البراق، علي رحمه الله. طب بعد نرجع علاش ذكرناه. المرحوم عبد المجيد بن سعد، اي هذا مزوز زويز، هذا مزويز ما شاء الله، عالميين مش على نطاق حتى وطن، لا مش الجهوي والوطن، لا لا لا. انا ريت كيفاش مع الايرانيين والاتراك علي البراق وعبد المجيد بن سعد اختاروا الجوائز الاولى ما شاء الله. اي في المولد وقتها كانت تقام معناها بالمناسبة الاحتفالات والمسابقات، والمسابقات صحيح. فعبد المجيد بن سعد سي محمد تريكة الله يرحمه يقول لي، نقول له سي محمد ايش رايك في سي عبد المجيد بن سعد؟ ايوه.
يقول لي ولدي هذاك صوته نحاس ما شاء الله ماهوش ما عندهم فماش برشا منه في تونس في الجمهورية التونسية موجود عبد المجيد بن سعد في نوعيته في خصوصيته صوته جهوري صحيح صوت معناه كما قال محمد فيك الله يرحمه ويرحمهم الكل صوت نحاس هذو ما زويس رحمة الله عليهم في وقت من الأوقات سي بشير كان عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله هنا في جامع عقبة وحينما أنشد عبد المجيد بن سعد قام عبد الباسط عبد الصمد من مكانه وذهب إلى عبد المجيد بن سعد وقبله يا ولدي ناس كبار يا ولدي التوى المدرسة علي البراق ما تخلفتش التوى الستين حزب اللي هما معناها قراهم الشيخة المرحومة علي البراق التوى ما تخلفوا التوى ما شكون اللي جاء عمل النغمات والمقامات التونسية والأذان متاع والأذان يا سيدي قعد تاريخ هذاك مرجع ريفيرانس فهمت هذوما زويس وانا صغير تلمذت عليهم كيفاش تلمذت عليهم أيوة. احنا كنا نحضروا برنامج بتاع عيد ميلاد بورقيبة ثلاثة أوت في المستير الزعيم الله يرحمه فكل ولاية تحضر البرنامج بتاعها صحيح القروان من جملة الحاجات السلمية اما علي البراق فقرة قارة يطلبها السيد المهدي مرحوم صالح المهدي شوية اللي يطلبها رأسا الزعيم بورقيبة. حبيب بورقيبة أيوة. ما تنجمش تمشي فرقة من القروان ولا جروب اللي ماشي القروان الوفد اللي ماشي القروان إلا ومعه عبد المجيد بن سعد وعلي البراق هذوما زويز قبل الناس كل أيوة. باسبور بغيرهم هما صالح المهدي يبدأ وقت في الـ في الـ في القصر وقت اللي يتق في الكار بتاع القروان وجايب الوفد أول ما ينادي نادي بالزويز وين عبد المجيد هذوك زويز هذوما الزعيم سي بشير الله يرحمه كان يلطفهم ويفرلك عليهم يا ولدي يا ولدي مودة كبيرة بيناتهم يحبهم محبة بالحب محبة فعلا وسمحني راهو ما بين قوسين راهو بورقيبة راهو شجع الناس كل اللي عنده شجعه اللي عنده ما يقول وكان ذواق وكان يحب الدراب التونسي يتهز في تونس والبرا من تونس يا سيدي باش ما نختصروا المسافة الزوز هذوما رحمة الله عليهم هذوما كيف عاد قلت لك ان كنا نخالطوهم ونسمعوا انا نسمع عبد المجيد بن سعد كيفاش يغني يا جارة الوادي تاع عبد الوهاب بالله الكريم يا مش تعمل كيف يا ريت وقتها مسجله ويا ريت فما التسجيلات سي بشير انت تعتبر اليوم مفاجأة لأهل القيروان ومفاجأة لأهل إذاعة مستمعي إذاعة أفهم لكن أنا نحب نعطيك مفاجأة خاطر الوقت يعني ما شاء الله نعرف أنا مش حضرك بعض مفاجآت تباعا المفاجأة الأولى معنا على هاتف يا سيدي نقول صحة شريبتك صحة شريبتكم رمضانكم مبروك وعيدكم مبروك بالمسبق الكامل أهلا وسهلا أهلا وسهلا لقران لطفي بوشناق أهلا وسهلا يا جراح صح عليكم اللي تحكيوا مع سي بشير العزيز الحمد لله نعمه كبيره يفضل هذاك لوغرون هو لوغرون ربي يعزك يفضل هذاك عازف كمانجا على مستوى العرب العالم العربي نعم مش نعم مش نزامد فيه ولا نرمي له في الهول في الورد احنا هنا بين هرمين نحن توا في الإذاعة بين هرمين على يمينا الهرم الأول لطفي بوشناق والهرم الأول في العزف هو في الغناء هرمين كبيرين معلم كبير يا بشير يا باهي الله يطول في نفسك البركه وربي ان شاء الله يعطيك صحه بدنك وضو بصرك يفضلك وان شاء الله راك سمعتك باهي وتاريخ باهي والفنانين الكل نتاع تونس وقت اللي يذكروا الكمانجه بشير السالمي طبعا على الاساتذه الاخرين اللي عندنا زاد الشباب والقدم زاد تحيه ليهم كبيره اما انت راك من الرموز الكبيرة متاع عزف الكمانجة وفنان كبير ومحترم ونحبوك الكل بارك الله أكيد. فيك يا لطفي يا غالي يا كبير يا كبير يا كبير يا والله لا يا وراثك انت اكبر يا بيه يا ربي يعزك ربي يفضلك من قلب نقول لك فيه وبصدق وحياتك ربي يفضلك وربي يعزك وحقيقة فرصة ما تعرفش شنو شعوري الحمد لله الحمد لله احنا
اسمعني هذا بابا قلوا تعال نحكيوا على التاريخ على الهند على 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 الصين على امريكا على كندا على المانيا على فرنسا على مصر على الخليج. الاستاذ لطفي بوشناق بالليل لو سمحت عنا سؤال اللي كنتي في هذه الليله الجميله المباركه اللي على ابواب عيد الفطر المبارك. سيادتك امين ربي فضلك. انت سيادتك كنت معروف برشا انك يعني اكزيجون في العازفين اللي معك، معناها بصراحه ما ريناش مراك في حفلات ومعك عازفين مثلا متوسطين نقولوا نحن، او فبالتالي كنا نراو ديما معك عازفين كبار، وكان المايسترو بشير السالمي يقود الفرقه في كثير من نعم في حفلاتك. تبدا مطمئن ظهرك مسنود، شو رايك؟ اكيد بابا هذيك مسؤوليه زادنا كيف نختار اساتذه كما سي بشير وكما سي توفيق الله يرحمه سي توفيق زغندة الله يرحمه نعم سي عبد الحكيم بالقايد والاساتذه اللي هم توا مازالوا معايا هذيك زاده مسؤوليه. نبدا هاكا يحكي لك توا خويا بشير يقول لك قبل ما نطلع قول له كيف تبدا حالك على المسرح. نعم نعم عاصرناك وشفناك نعم خاطر يلزمني نكون في مستواهم خاطر هما اساتذه يلزمني ننورهم زاده. انت كلك نور في موقف حرج ولا في وضعيه حرجه؟ لا بالعكس هذا من تواضعك وربي يبارك فيك. مسؤولية مسؤولية صدقني مسؤولية وحياتك انت مانيش ماذا نحكي بصدق وهو يعرف بشير. شتي من بعض الأماكن اللي زرتوها النادرة مثلا انت وأستاذ بشير السالمي في الاحتفالات نتاعك وفي حفلاتك في خارج تونس؟ مشينا للهند، مشينا للجيبور، مشينا اليابان، مشينا عملنا 6 حفلات في اليابان بابا ما شاء الله ما شاء الله، ومشينا للصين مع بعضنا للصين بخلاف اوروبا ما نحكيش. مشينا لكندا مع بعضنا ما شاء الله. قديش مره مشينا لمونريال وقديش مره بابا اوروبا حدث ولا حرج. مصر عشرتكم طيبه عشرتكم ما شاء الله عشره طيبه الى يومنا هذا ونتشرف بيه تتشرف بيه بشير السالم. الحمد لله الناس الكبار يا تجراشي يا باي يا لطفي يا ابو شناق يا كبير ربي يا ربي يبارك لك يلي انا صاحبك صح علي تمتعت بيه انا لي الشرف اللي انت صاحبي انا لي الشرف والله احنا اللي عنا شرف اللي بيناتنا سي بشير السالمي وفي الهاتف ايضا معنا سي لطفي بوشناق الفنان تونس الاول الكبير. تلقيت انا وياه في باريس لطفي بوشناق في معرض تونس الكبير، انسان متواضع وعلى خلق وما يقدرش اي انسان يطلب منه صراحه. وان شاء الله ان شاء الله يزورنا في اذاعتنا لما يجي القيروان الفرصه جايه نفرح به لطفي نعتبروه وعد هذا تشرفنا في اذاعه الحياه. انت طلبتني قلت باش تتعدى معايا قلت لك تفضل قلت لك راهي مفاجاه وقلت لي الله يبارك وفي كل وقت وباش وتو نحن فاجئنا بها المايسترو بشير السالمي ما كانش عنده علم بالموضوع. ربي يبارك له بشير الباهي الغالي ربي يعزك استاذ المايسترو المعلم العازف الممتاز. الله عيدك مبروك يا لطفي ربي يفضلك ربي يبارك لك يا باهي يا غالي. اذا خلي لك كلمه ختام هذه الفتره الاولى من مداخلتنا سي لطفي ونقول لك ان شاء الله عيدك مبروك انت وكل العائله الكريمه. عيدكم مبروك ينعاد عليكم بالحب وينعاد علينا بالحب وبالخير وبالسعاده وربي يبعد البلاء على بلادنا وربي يوحد صفوفنا أمين. وربي يوفق ولاة امورنا لما فيه خير مستقبل البلاد هذه اللي اعطتنا البرشة برشا اعطتنا وان شاء الله نرجعوا لها 1% من اللي اعطتهولنا ونكون في مستوى الجود والعطاء نتاعها. بارك الله فيك ربي يبارك فيك. اذا هذه مفاجاه بارك الله فيك ان شاء الله ليتك زينه وان شاء الله عيدك مبارك استاذنا الكريم لطفي بوشناق. اذا ان شاء الله مازالت مفاجاتنا متواصله لك سيدي الكريم ولجميع متابعينا ومستمعينا بعد نشره موجزه للاخبار. بكم جديد مستمعينا الكرام ان شاء الله تكونوا قد استمتعتم في الجزء الاول مع ضيفنا المايسترو الكبير الاستاذ بشير السامي. اذا هالموسيقى الحلوه اللي نسمعوا فيها مع الدخله نتاعنا سي بشير شنو هي حكايتها محلاها يعني نحس فيها بعض يعني تنوع جديد وتجديد في الموسيقى. هي حنين طفولتي ومراهقتي اللي عديتهم في قروان ما بين فيها علي البراق وفيها اللي كنا نحكيوا عليه عبد المجيد بن سعد وفيها الزويلي بتاع القروان كل من سيدي عبيد وانت ماشي. يعني نقول لك اش حسيت؟ حسيت كاني فما الايقاع نتاع الكبش يدور. هذاك المجرد هذاك اي دمر لا دمر دمر لا دمر دمر
بالحق هذا هذا المجرد بتاع العيسوية. أيوة. هذا اللي وانا صغير نتفكر في الزوية كانت الرمز من رموز العيسوية هي من اللقاء هذا اللقاء المجرد اللقاء المجرد ويتعزف باليدين معناها تصفيقين حصلوا فالإيحاء هذاك بتاع المعزوفة كلها في المجرد. أيه. معناها لو كان تقول أنت الموسيقي حتى ولو ملحن تقول له مش تعمل معزوفة في المجرد يقولك ساعة حتى أنا نلقى الجمل اللي تركب على المجرد تركب ساعة ما جرتش العادة باش نعملوا ركبوا الموسيقى على المجرد. صحيح. إلا البعض الإنشاد الديني الصوفي. أيه. اللي هو موجود بتاع العيسوية اللي هو بتاع سيدي بن عيسى بالضبط. بس فأنا من موقع ذاك القروان خطر كيدي قروان يدي صوفي ويدي معناها اسم القروان بركة يوحي لك على الموسيقى الصوفية الصوفية فهي تعوم وتقدس في الصوفي ما شاء الله. صحيح. باهي وخلاف هذا في شنو القالب نتاعها النمط نتاعها شنو النمط نتاعها هو تحميلة طيب بعد التقسيم هذا وبالتقسيمات هذه والكل بعد باش يولي الكمانجة تقول لرأس الفتلة تعمل أيوة. جملة وهم يعودوا عليها يعودوا عليها وهي حوار وهي تقول المفردات فهذيك هذيك التحميلة فهي تحميلة أنا أقول تحميلة جديدة والحقيقة حتى في أيوة. معالجتها للنغمات وكل التوى ملقاتش يكون ناقد يفرق الرومان عرفت لكن في مهرجان الأغنية 2005 وقت شاركت يعني فما نقاد عطوها النقاد قيمتها وعطوها جائزة النقاد عطوه الجائزة مشكورين وبارك الله فيهم لكن ما فماش كون حل التحليل التفكير والتفكير انهم خرجوها على التصنيف خرجوها من التصنيف خرجوها من التصنيف رغم قوتها المعجزة ولا حسينو خذوا الانطباع سي بشير على الملكة صحيح على الصناعة الصناعة ما يلزمها يلزم الأمر يلزم الاختصاص نهار مشكور ولد عم الطاهر زياد فنان كبير تحية يودي كلمنا تحية ليه محلاه كل ولد وكل راجل إذا كان راه ولد خطريته صغير وكله بدا وأنا أكبر منه وكل المهم محلاك السيد هذاك أكل المطرب الكبير هذاك تونس وذيك الملوف وذاك الأندلس عدم حافظنا على الكورس هو اللي محافظ في الصحة فهذاك يمر ساعة تعليل طلبني نار قال لي نار مش تقول لي راني القط ولا درسوة قال لي نار مش وقته أمانة يا أخويا راني توا سمعتها 6-7 مرات باش فهمت شنية المعزوفة هذه حنين قال لي تهاي كلها في المجرد وفي الرمل صنة الساعة أيوة. والنغمة بتاعها ما هيش ماشي اصبعين لا مش اصبعين هي في الرمل هي الرمل الرمل مستعصي على حتى الموسيقيين كله قسم لي في الرمل يخاف منه ويدخل طول الاصبعين ويقعد غادي غير اصبعين صحيح بالضبط صحيح فهذه الحنين حنين هي فيها ناس سيدي عبيد فيها المبدية فيها صحبة الجامع فيها صحبة السيد السي بشير تو انت يا ربي يبارك فيك لكن مش كان انت عندك حنين احنا عندنا حنين كبير تو باش يجيك ضيف عندنا ليل وحنين كبير عندنا مده ما سمعناهوش دقيقه برك موجود على الهاتف اجل باش كمل الفكره انا باش كمل الفكره المنهل الثالث اللي انا نعتبره من اقطاب الكره الارضيه ايوه في الموروث الاندلسي هو الله يرحمه باي حمود الزرقاء الله يرحمه حمود الزرقاء ذا يضرب به الامثال وثلاث ارباع النشريات اللي عملهم زي صالح المهدي أيوة. رحمه الله عليه مخذاهم من حمود الزرقاء وانا صغير يعني كان مرجع اكبر مرجع في تونس بالنسبه للملوف معنا ثلاث ارباع النشريات هذوما اللي توا موجودين مروين عليه هو. مروين على حمود الزرقاء أيوة. حمود الزرقاء كان يعزف هارمونيوم الهارمونيوم الحس المسترسل بك الجو ذاك أيوة. وهو صوته جيد فالأكل الهارمونيا كومبينيزان بين يا ولدي ما عندكش فكرة ما عندكش فكرة واحنا صغار 7 سنين 8 سنين انهلنا لي نشبعنا منه وتعلمنا النغمات اللي هي بين قوسين سفيان النغمات الأندلسية هو يقول فيهم صحيح. مش معناها الربع ولا حد شيء ما انت قاعد تو تدريجيا تفند في المقوله بتاعي انا قلت راهي كانت سنوات عجاف
لا لا والله لا 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 سامحني يعني تعرف نقصد نقصد من التواصل الاجتماعي قبل اللي عنده كاسات يبدو يتسلفوا فيها من واحد لواحد شكون يسلف شريط ولا حاجه الرموز موجودين نعم. لكن بالحق كيفاش تسجل عليهم وكيفاش ماهوش موجود بالضبط والفرنك كان قليل بالضبط. والناس كلها معناها مستواها ما تحت المتوسط مع الحقيقة يا سيدي الهدية الرمضانية هذه باش نقدموها لك من عند زميلك ومن عند صديقك ومن عند انسان يحبك برشا ونحن نحبوه برشا الو صحة شريبتك استاذنا السلام عليكم وعليكم السلام عدنان الغالي أيوة. مفاجأتي يعني نخليك في حوار مفتوح مع صديقنا وزميلنا بشير الشن صحيح بشير صحيح بشير يا بشير يا غالي بشير يا بشير يا بشير عزيز عايشك عدنان الشواشي بشهرته العربية نعم. وبفنه ما معناها ما نكذبش عليك ما كرهته واللطف نجم تقول نجم تقول معناها من القلال اللي يهزوا التليفون ويعيدوا عليك بل ما تعيد انت عليه كل عام كل مولد كل مناسبه دينيه نعرف عدنان اصيل من عام 71 نعرفه من نجوم الغد من نجوم من قبل حتى من قبل حتى نجوم الغد والله من اسابيع الفن كانت تفكر يا عدنان ما شاء الله يا هلا واخويا عايش بشير عايش بشير عشرتي بيك بشير يا عشرة 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 محلاها ولا وأول فرقة كوناها مع بعضنا وقتها في أول السبعينات وقتها أنا بالعود وبشير بالكمانجة وتوفيق الزومدة اللي رحمه بالقانون وحمد يغنية بالفيروسات نسيب بالهادية اللي رحمه بالتونترباز حمادي بن مبروك بالرقب الطار الله يرحمه والعروس الشريف بالدربوك كانت فرقة محلها كنا نعمل كنا حبيب التركي الله يرحمه كمانجة كذلك كنا نتلموا كل نهار حد احنا نخدموا كل يوم في اماكن خاصه في الليل وي. ونهار لحد نهار راح نتلموا بحنا اخويا الحبيب التركي الله يرحمه في داره وشنو اللمه للسماع للاستماع مش حتى نسمعوا حاجات ونحفظوهم منهم دليل يحتار حبوها برشا أغنية دليل يحتار وكنا مغرومين برشا وبشير تذكر وقتها 71 72 تعرفت عليه في مهرجان أسبوع الفن وقت صالح المهدي اللي رحمه الدكتور أستاذنا كل هو اللي كان يعني كان يرأس الأمور هذه كلها الثقافية والموسيقية الفنية في تونس كان أسبوع الفن محلاه كلنا شباب وفيه يعني مسابقات كان بشير وقتها بالكمانجة مازال كي بدا اما مازال كي بدا لكن يعني خير من برشا تبقوه فهمت وانا كذلك بالكمانجه لكن وقت نذكر وقت عديت بالعود وخذيت ترمي تري في العود يعني وهو كذلك خذا الجائزه الاولى في الكمانجه وبشير كي جاء تونس في الفرقة الإذاعة وقت أنا بديت اللحن أنا وقت السولوات يعني السولوات كلهم نعطيهم البشير وكلهم كلهم يقولوا شنو اللي بينهم لحن فهم على الحكاية شنو طفل صغير جاء جديد هو اللي يعرف السولو وأنا خاطر نعرف خاطر بشير دوساته كيما نحسهم برشا كيما أنا نصورهم فهمت حتى كي نبدأ اللحن جمل موسيقية يعني متاع سلول كمانجة بسيفتي هذا كمانجاتي كذلك يعني لحنهم للكمانجة فهمت وكل هذوم البشير متاع بشير فهمت ما شاء الله والحق عشرة محلاها وخويا بشير خي العزيز الغالي فنان كبير وحساس وملتزم ومحلاه بشير فهمت ديما نطلبه مش حتى في العيد راه بشير ساعات هكا نهز التليفون ونطلبه في اي وقت الحق نسمع صوته ونرتاح يا ربي يعزك يفضلك يا عدنان يفضلك يا عايشك يا بشير يا فنان يا اصيل ربي يعزك سي عدنان الشواشي كان لما نتنقلوا مع بعضنا في الفرقه الوطنيه قبل نعملوا تورني كبيره نتاع 30 عرض 35 عرض فكان خونا الكبير عدنان الشواشي وقت يمشي يعني الاستقامه ومثال في يعني كل حاجه عنده بمقدار وبحساب والالتزام اللعب ليه وقت نوم ونوم وقت لعب ولعب وقت اللي بروفته انسان ما شاء الله خدمنا سنوات مع بعضنا وتعلمنا منه يعطيه الصحه وربي يفضله فرصه سعيده اني جمعتنا مع بعضنا الفن لا محاله ابداع
وهكا وخيال وحرية وكذا، يعني حرية في العمل، يعني في اختيار مثلا إنسان مبدع ملحن عنده حرية، حتى العازف راهو بالنسبة للعازف العربي العازف ما عنده حرية الارتجال على الرقح. لكن أنا يستحيل باش تراني في مهرجان كبير ولا في تسجيل مش ورايا بشير، يعني قليل قليل ما نجمش ما نجمش نسمعوش بشير. وديما نوصي للمهندس الصوت، فهمت، الميكرو نتاع نتاع بشير يكون اعلى من عندك هو والتوفيق زغندة، يكون اعلى من الناس الكل كي نسمعهم نرتاح كيما الحفناوي يسلطنوا لي. بالضبط بالضبط، داير بشير انا نعتبره حفناوي، يعني كيما احمد يعني الحفناوي في فرقة ام كلثوم، نفس الدوسات ونفس الاحساس ونفس نفسك العزم اللي يخلي المطرب يسلطن، يخلي المطرب المطرب وخاصة انك المطرب هو بنفسه الملحن بتاع القطعة الاغنية اللي هو قاعد يغني فيها، يعني اكل عزف اللي هو اكل جمل اللي يقولهم بشير يقول بشير ولا توفيق من يعني بلغة الكارتة سمحوني يبسوا هو يبس الشكبة يبس الجملة اللي يعني كلها الهام للمغني باش السلطنة السلطنة توصل لمستويات يعني يعني رفيعة برشا. ولذلك برشا ما عز حتى في مهرجان قرطاج فما أغنية قاعدة التاريخ، يعني بالنسبة للعزف وبالنسبة للسلطنة هي راحل على دنيا الهواء. اسمع كسلو اللي عملوا بشير حلو حلو حلو، اسمع كسلو محلاه وهو الزاد فيه صحيح، وانا لحنت السلو لكن تم اضافات نتاع بشير اللي ما تجيش البال، يعني تخلي له المساحه باش يتجلى الا العازف كبير كما بشير سالمي، فهمت، فعلا عازف كبير وحساس ملحن كذلك عنده قيمه كبيره، العازف زي ما ملحن راهو عنده قيمه في يبدأ عنده خيال اوسع من العازف. العازف يعني عازف وكهو رغم انه تكفي باش تكون عازف، بس يكفي باش تكون عازف يعني باش تكون عازف كبير، ولكن يبدا ملحن العازف يبدا ملحن في اي آلة يكون الاداء نتاعه فيه حاجه في اضافه نتاع ابداع. صح صحيح والاكثر من هذا، يعني بشير بكل صراحه خدمنا مع بعضنا برشا والحمد لله، يعني سنوات قد العشره الطيبه وكان ديما اجواءنا محلاها خاصه بعد العرض كي نعملوا عرض ناجح ثاني يقول ناجح فنيا، يعني ناجح يعني اسمع التسجيلات نتاعنا قبل واسمع التسجيلات نتاعنا يعني فعلا فما عزف فما سلطنه وفما تعديل وفما التزام وفما انسجام كبير في الرقح. كل حاجه تاخو حقها وتاخو يعني مداها في الاعتناء، وبارك الله فيك استاذنا العزيز. أي ان شاء الله نستضيفوك في هذه الاذاعه الفتيه، وان شاء الله تكون ضيفنا اذا سمحت الفرصه. فما حاجه اخرى سمحت فما حاجه اخرى نقولها، انا في اغاني الكل اللي تسجلوا في الاستديو خاصه الاغاني اللي عندهم الطابع اللي فيه يعني اللي يستوجب نوع من الارتجال في الغناء ولا في العزف، بعد ما تسجل معايا الفرقة كلها، بعد ما تسجل الفرقة وقتلي باش نصب الصوت، أنا وقتلي باش نصب نقول صب الصوت يعني خاطر آخر حاجة نصب الصوت بالضبط. نغني له بصوت متوسط يعني عادي باش يخدموا عليه، وبعد نعاودوا الصوت هذاك وحدي دائما حسب في برشا غاني من منحط ايدي على خدي على عيني دلال برشا غاني يجي بشير وحده معايا انا نصب الصوت، وبعد هو يصب فوقك الصوت نتاعي يصب العزف نتاعه كانه يغني فيها، لكن ما يعزفش الوازم او المحاسبات، يعزف الغناء لا يعزف معاهم الوازم والمحاسبات ويغني مع الفرقة، لكن بعد الحصة متاعي بعد ما نصب الصوت أنا يجي هو فوقك الصوت هذاك تسمع تحس دوسات بشير تتع معروفة، فهمت؟ لا لا عليك زي الأغنية تولي تحلى برشا خاصة هو الشيء اللي ماشيين به وقت المغني يغني تسكت الفرقة صحيح ربي يعزك فما كان شكل أرانجمون متالي شوية كرات ولا جمل هكا شنو هرمنة هكا شنو، لكن مع المغني
ما بي تبدا تحس فراغ اللي ما هذاك انا ما نحبوش. نحب مع المغني العازفين حتى على الرق ديما نثبت لهم ونقول لهم زيدوا علي غاديو معايا خويا. انت فنان كبير وفنان حساس ورقيق ومعروف انت بصراحه يعني فنان رقيق جدا. نشكرك على هذه المداخله ويعطيك الصحه ونقول لك ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. نلقاوك ان شاء الله في فرصه قادمه. شكرا استاذ عدنان. سيد البشير بالنسبه للناحيه اللي حكى عليها تو سي عدنان قال كان على الركح يعني تحس انه فما ثبات وفما قيمه وفما اضافه من طرف العازف. لكن في تونس هل عندنا العازف النجم كما موجود مثلا نذكر على سبيل الذكر عبود عبد العال كان عازف نجم جهاد عقل عازف نجم يعني تو بدت تمشي الامور. شوف احنا عندنا الكبير والهرم التونسي اللي هو قبل عبود هو رضا القلعي. وما أدراك من رضا القلعي الله يرحمه. هذاك قبل عبود بعد عبود جاء. أيوة. رضا من أقدم رضا من الخمسينات. فمش تونسي ما عرفش رضا القلعي. لا حلواشي. تقول رضا القلعي مهما كانت ثقافته. شوف رضا القلعي هو أول كمان جاتي اللي عمل فيديتيريا بالوقفة بالكمانجة بتاعه ويلحن راو رد بالك بل تحصيبه يعمل معزوفاتك أو يلحن لا لا يلحن اشتر غناء وقتها عليا ونعمة يا بنت الفلاح منيرة كله والهدي القلال اخر شيء دورها فكاهة مع خسر الخميس لا شو اسمه اللي بعده هادي سمليلي هادي سمليلي هادي سمليلي يا ودي يقعد هو هادي سمليلي يا شوية سويعتين من زمان ثلاثة سوية يطلعوا غناية ويقعدوا يسجلوها. أيوة. فريضة القلعي هو اللي دشن حكاية هذه الفيديتيريا. اي هاتوا نسمعوا له شوية ان شاء الله نجربه وجرجيس تسمعوها في القريب توا شوية اخرى. انا تأثرت بها اي ما تأثر بصراحة. اكيد واضح. في الشرق كما قال عدنان انا معناه نحب احمد الحفناوي روحي حفناوية. ما شاء الله. صحيح. فهمت. لكن انت تتميز بالتكنيك اي لا ما تاخو تنهل من المنهل هذاك وتشبع به وتطور سينو نوخروا تاني لانه تو نحن بصراحه يعني كعازفين يعني نتابعوا في الشان نجموا نميزوا نقولوا مثلا انت وسي بشير السالمي خذا برشا من حفله لكن طور وزاد اسلوبه في تقنيه العزف كمان. شوف يلزم العازف حسب رايي يلزم العازف ياخو منا ومنا ومنا وينمي المعلومات نتاعو باش قدراته تنمو باش قدراته تكبر ويعمل شخصية ويعمل شخصية لروحه ويعمل شخصية في وسطك الخضم تاع رضا القلعي. لو كان نحطو نحن حفناوي نعرفوه شوفوا حفناوي اغزل في عصفي تلقى ساعات بالقسم عمار قدور السرار ساعات قدور السرار ساعات ناصر الزغندة ساعات مسار العيد ساعات رضا القلعي سمعتهم هذا من كل سمعتهم وعشت معهم وخذيت عليهم زادة ما كذبش عليك فما فزت يلزمك تاخذ ما عليهم ما كانش حتى أنور منسي حتى سمعناك في نهر الخالد محاكاة لك السلوم تاع أنور منسي واللي أكثر من كل الحقيقة اللي أنا الله غالب كيكة هي أرواح رأي بالحق. أحمد الحفناوي يعجبني في السلوات وراجل مقتدر دوسات عنده 70 سنة وهو مع أم كلثوم ومع عبد الوهاب معناها سوليست مش لعبة راهو مش تفادليك عبد الوهاب يجيب سوليست كيما جرجات ابدا محمد عبد الوهاب راهو مش تفادليك صحيح وام كلثوم اللي لازمها قرابة 60 و70 سنة فهمت فهذوما ناس اقتاب تعلمنا عليهم بالمباشر ولا غير المباشر صحيح. تعلمنا عليهم باش نرجعوا توا للمنهل الرابع اللي انا ما نجمش نفوتو على غالب ايوه هو ما يجيش لبالك تو باش نذكر انسان ما يجيش لبالك اشكون رياض عبد الله اكيد اي نعم اي نعم انا وقتها في نعومة اظافري ايوه وهو بده يعرف انا وقتها عمري 14 سنه بديت كمانجه في في الكروان ايوه معناها 13 14 هو سرق وقت اللي مشيت للليسي ايوه هو زيد عليا في العمر سبع سنين هو من عام 48 هو من عام 50 وانت من عام 55 يعني انا من عام 55 انت 22 جانفي انت 22 جانفي 1955 ولا. هو 1 ماي 1950 بين الظفرين خالي راه نهار ولا انا علاش قلت هكا صحيح معنى علاش المفاجاه نعرفها ايوه صار صحيح طبعا وكل وهل يخفى القمر ربي يفضل ورياض ما نجم مدرسه مدرسه شوف فما فازتما بتاع سامي شوه تعلمت انا من رياض
بارك الله فيك. معناها كي تلقاني نعزف ونحب حاجة هكا كلاسيكية قديمة. أيوة. نعمل ضربتين بتاع رياض. خاطر شو قد كسر في راسي خاطر رياض يعزف نقلا على سامي شوقي. سامي شوقي. فعلا. معناها رياض عبد الله تسمع كأنك تسمع في سامي شوقي. بالضبط. صحيح بالضبط بالضبط. فرياض وانا صغير كنت فمي يبدا طاقه انا باهت فيه كيفاش يعزف كيفاش يعمل الفيبراتو كيفاش يقسم القوس وكيفاش والفازات نتاع الكلاسيكي ما اللي كودر شيء اللي كودر شيء في الكلاسيكي ماهوش سهلين تاع واحد عمره شهاده كبيره سامحني 14 سنه رياض عزف ممتاز ويقعد ممتاز واللي يقول لك في قروان راهو رياض منا ولا منا ولا ناقص لا 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 مرجع رياض مرجع سيرتو في الكلاسيكي الحقيقه ما ندخلوش به للمداخل الاخرى خاطر ايش اقول لك احنا تعودنا حتى في الموسيقى والغناء نقارنوا ما قارنش في المقارنه فما اقصاء كان تقارن لي فلان وفلان وتقول لي واختيار مش تختار اما خير مش تولي كلمة هذيك أما خير فلان ولا فلتين ما هم نعم. الموسيقى ما تجيش ما فيهاش مقارنة ما قال سي عبد الوهاب قال المطرب الكبير الموسيقار عبد الوهاب قال زي الفواكه هما زي الفواكه كل واحد وطعمه كل واحد ولونه كل واحد بوكيت فلور هي شكله هي يلزم يكون التنوع ذاك فيه إثراء للذوق العام سينو شنو بالضبط نشدوا واحد ونموتوا فيه لا لا الاختلاف باهي الاختلاف باهي فانا ارجوكم اللي تسمعوا فيه موسيقيين أيوة. نقصوا من كلمه مخير فلان ولا فلتان ولا فلتان لا 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 راهي في الموسيقى راهو فماش يا مخير فلان ولا فلتان فما هو عنده خصوصيات والاخر عنده خصوصيات بالضبط كل حاجه ايجابيات والسلبيات موجودين بارتو اكيد اكيد فهذوك يثريوا الساحه الفنيه استاذي اذا فما حاجه انا مقلقتني شخصيا تو في اللحظه ذي انه ضيق الوقت ريت وان ودي تحب لنا اغزر وانا عبارة عطيتني حاجه باش نشرب شو تحب لنا ثلاثه ايام واحنا نحكيو باش نكملوا عندنا ضيف لازمنا يسلم عليه وهو يحب يسلم عليكم احنا نحبوا نسمعوا صوته الفنان التشكيلي المبدع الاستاذ خالد ميلاد معنا على الخط اهلا وسهلا صح شريطك استاذنا اهلا يعطيكم الصحه مرحبا بكم مساء الفن مساء الموسيقى اهلا وسهلا مساء الفرحه الكبيره وانا اليوم نعبر على سعادتي القصوى والله بمصافحتكم على امواج اذاعتنا الجميله حياه فام وهي عنوان معناها للإضافة المتميزة أكيد نعم. معناها في المشهد الإعلامي القيرواني وشيء ذي فرحنا برشا فرصة أيضا كبيرة ياسر بالنسبة لي وشرف باش نعبر على محبتي ليك خويا بشرة يا بشير يا غالي تقديري ليلك وهذا التقدير راهو ماهوش عن فراغ هو نابع معناها بما تجمعنا القيروان هذه الجماعة نعم. ولادة للمبدعين وانت سيد الكريم مش في وجهك انت من رواد الكبار نتاع المشهد الموسيقي الكبير سواء هنا او خارج البلاد انت ايقونة القيروان واقولها ايضا وارددها انت ايقونة وقليل كل الكلام اذا قيل فيك فلن يوافيك حقك في المدح والتقدير انت الليلة ضيف شرف وبالمناسبة أحيي صالون القيروان للموسيقى العربية بقيادة خويا المايسترو سفيان العماري بفضلك وإشراف وإدارة زاد الأخوين الصديقين القريبين مني كثيرا فتح العياشي وسي مراد بشير وكل أفراد الفرقة الموقرة من عازفين ومطربين وأنا شخصيا تجمعني بهم كما تجمعني بك علاقة وطيدة صديق وهذا يعكس عيشك يا باشا صديق من راقي عيشك وراني انا هاني قلت لك بالنسبه للي انا تبقى انت راك رمز كبير معناها من رموز الابداع بالطبيعه انا اتقاطع معك طبعا مش في الموسيقى لاني لا ادعي المساله معناها من الباب الكبير بل من ضفتي ابداع لا يقل اهميه عن الموسيقى وهو الفن التشكيلي يا بشرة تعرف انت سيد الناس وسيد العارفين
اللي الفن التشكيلي يتقاطع أساسا مع الموسيقى، كما لأنه الأنغام وأنت رائدها هي راي تنسجم وتتماهى في نسك وفي أبهة مع الألوان في تمام انسجام. الرسام ليس إذن غير ذلك العازف الذي هو أنت، تتقمص جدوى عزفك فتصل منا تصل منك إلينا كلمة المحبة عبر أمطار زاهية بأنامل مبدعة على التمام. هذه كل الدوائر تجمعنا، تجمعنا ضفاف الإبداع يا سيدي، نحن المجاذيب، نحن عشاق الأصيل، نحن نتدرج ونتمعن ونحن نعمل مثلك ونجاهد لنجد ضالتنا في حلمنا الأبدي وننشد التواصل في مثل ما تتمثله مسيرتك بالنجاح سيد الكريم. أنا والله بقدر ما أرحب بك لابد أيضا أن أهديك شيئا يطيب به مقامك وتستشف منه أيضا ما يمكن أن يستشف من أنامل مبدع مثلك. لن تغيب الارتسامات إذن في هذه المصافحة، فأخاطبك لو سمحتم بمقطع من ارتسامة شعرية، وهذه الارتسامة التي أهديها إليكم هي عبارة على جولة بين المقامات والطبوع في سياق ما تبدعه يا أخويا بشير وفي إطار أجمل المضامين الموسيقية الأصيلة. أقول خذ الكمان واطربنا كي نفرح في دار الأنس الحالمة، أطلق كردان الوصل يناجي الياكا وهات الرست يجلجل منه صداه. أيوة. قد لعبت بك الشمول ما ألطف هذه الشمايل يا بشرة. عرجت آهات الوصل الحرة راكبة زهو النغم العاتي في سيكا. يا غصن نقى مكللا بالذهب أفديك من الرداب أمي وأبي. ما شاء الله. ثم انساقت للمزموم وقد طربت حتى ألفت موقعها بين خمائل من عطر المالوف الوضاء. متى يأتي اللقاء؟ هل يعود يا بشرة بعد التفرق حاضرة؟ ليس لنار الهوى خمود ولا لقاضي الهوى شهود، حن على المتيم من كان في حبكم عبيد. يا سلام يا سلام يا سلام على الكلمات الرقراقة الحلوة. أهل الصفا أهل الصفا أدركوا، يا ليتهم ما أدركوا من الإصبعين صبابة وتوجعا، حتى أتاهم مخاطبا بحذا حبيبته تحلى السهرية وتحلى سهرية القروان بشير ابن القروان المجيد، وعملت له فصيل أرفل في الزهوي وابشر يا بشرة بالفرح زهو فنائك في وصلة من شذال حسين، وأدرنا عورة الطبوع بالوقار وازدح الشدوي يتلقفك البيات ذاك النغم العاتي، فتذكر من عرس اللماء لن تبرح عتبات الشوق لتناغي مقام الحلم من إصبهان الشوق إلى السحر المحي العراق لتعليلة العروسة لدخلة الأشواق، وحرمت بيك نعاسي وبفت بيك لناسي وصرت لك غلام في إيقاع من حسن تجليك، إنما تحملنا الآهات حين تصفار العشية نتوحش الديار نخترق حجب التمني نتثنى وهجا في دون الشوق وأكوان الغرام المدبج بالهوى القيرواني. ويا ربي يا ربي جل علينا الأغوار ولنا عودة معك وعودتك لهذه يا سيدي سيدي خال البار يا بشرة خويا خال خويا خال تو بعد هاللقاء ذي الجميل عبر الهاتف وعبر إذاعة الحياة فام باش نتلاقاو إن شاء الله على ركح مسرح دار الثقافة أسد ابن الفرات هنا وانتي وأستاذنا الكبير مايسترو بشير سالمي لنمتع جمهورنا الكريم اللي في انتظارنا، ونحن إن شاء الله باش نلحق فيه في بعض الدقائق باش نقابلوه. ونحب قبل ختام هذه الحصة الجميلة أريد
أن أشكر زملائنا التقنيين الذين قاموا بتأمين هذه الحصة، مهندس الصوت الزميل أيمن ليجا، وأيضا من ناحية الديجيتال والهندسة الرقمية المهندس سهيل سالمي. ونخلي كلمة الختام لضيفنا الكريم لسبب موجاتنا الإيجابية هذه الليلة، بصراحة هو فنان بشير سالمي. شو نجم تقول جمهورك سي بشير؟ كل جمهوري اللي يسمع فينا توا وما عنده ما يعمل ليلة يلتحق حالا تو أيوة بدار ثقافة أكيكا. اي بدار ثقافة أسد من الفرات، مركب الثقافة مش شيخ موسيقى، ويجي يشوف العرض راهو ما يندمش. صحبة المايسترو الكبير سفيان العماري، ربي يفضلك العفو، وهو يقود الفرقة النيرة هذية في نطاق صالون، في نطاق مهرجان المدينة. أيوة. فرقة صالون قيروان، صالون قيروان للموسيقى العربية. ربي يفضلك. وضيفنا الكبير اللي أضفى علينا يعني قيمة كبيرة هو المايسترو بشير سالمي. في انتظاركم، إلى اللقاء. حياة فان، حديث الروح، حديث الروح، حديث الروح، برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية، كل نهار ثلاثة من 10:30 الليل على الحياة فان.